زيارتي تلبية للدعوة لسعادة الوزير السفير. السفير وهي تاج على راسي الله يحفظك وسامن على صدري وفخر لي ولقبيلتي ربي افتخر بها عند قبائلي. زيارتي لهذا الرجل والسلام عليكم. ربي يحفظك. احنا تقول عن العلاقات الأردنية السعودية؟ اقول علاقات الأردنية والسعودية هذا الاخوان شقاق من زمان التاريخ. والسلام عليكم. بارك الله. انا من خلالك ايضا واثناء الكلمه بقول من الاردن بنرفع الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الامين محمد بن سلمان كل الحب والاحترام والتقدير والولاء، ونقول انه العلاقات الاردنيه السعوديه بقياده سيدي صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ومع النسب الجديد، راح احنا نسب قديم ولكن مع النسب الجديد راح تكون العلاقات مميزة مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية وبكافة الدول مجلس التعاون الخليجي، لأنه على يميني أحد أبناء الدول الخليج وأتوقع أنه من سلطنة عمان وأطلب منه ينجي بيننا، لأنه العلاقات الأردنية بتوجيهات جلالة الملك لكافة أبناء الشعب الأردني أنه يكون علاقاتنا مميزة، علاقات الخوة والمحبة والتعاون الثقافي العلمي التجاري الاقتصادي كلها بتوجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني. من خلالكم نرفع كمان وباسم ضيوفنا نقول أنه نرحب فيكم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، أرض الهاشميين. أهلا وسهلا بكم في المركز الثقافي الملكي، شرفنا بكم اليوم. زيارتكم شرف إن حضوركم لمهرجاناتنا دليل على عمق العلاقة الأردنية الخليجية العربية الخليجية. احنا نعزكم نحترمكم بنحبكم ومن خلالكم نرفع إلى رؤسائكم أجمل آيات المحبة والولاء من الشعب الأردني. ضيفنا من يا مرحبا معكم الشاعر سعيد الخلوصي متعني من سلطنة عمان لكي نحيي هذا المهرجان الجميل. في الحقيقة يعني مهرجان شبيب غني عن التعريف، وأنا أتشرف أن أكون بين هذا الحضور وبين هذا الجمع في المملكة العربية في المملكة الأردنية الهاشمية وأمام هذا الشعراء. جزاكم الله خير وأتمنى لكم التوفيق وأستغل هذه الفرصة أني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أني أهني الملك عبد الله الثاني جلالة الملك بهذه المئويه وجزاكم الله خيرا. المئويه جلاله الملك المعظم. يعيش جلاله الملك المعظم. يعيش جلاله الملك المعظم. يعيش الملك سلمان. يعيش ولي العهد. يعيش محمد بن سلمان. ونعم هذا تاج على راسي وسامن على صدري.